سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا. في رسالة وجهتها إحدى الأخوات المصريات التي ترفض المسيحية وتتعلق باليهودية أو بالعهد القديم العبري لمعرفتها العبرية كما تقول العبرية القديمة، نرد في هذا القسم الثاني عن الكمال في العهدين القديمين القديم والجديد. الكمال، قال الله في العهد القديم: كونوا قديسين كما أنا قدوس. قال سيد المسيح نفس الكلام ولكن في صيغة أخرى في العهد الجديد: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. وفي المسيحية المحبة هي رباط الكمال، وفي المسيحية المحبة تلخص الوصايا العشر: المحبة لله، المحبة الحقيقية غير الأنانية للذات، والمحبة للقريب. إذن هنا لا تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد، كما يقول مار بولس الذي كان فريسيا: المحبة هي تمام الشريعة. تقول الأخت أن كثيرا من شخصيات العهد القديم يقال أو قيل عنها أنها كانت كاملة، في حين أن لا أحد من العهد الجديد قيل عنه أنه كامل أو أنه سار مع الله. تعطي الأخت مثل موسى. موسى فعلا يقول عنه الكتاب المقدس أنه كان كاملا، ولكنه طبعا ولو من غير قصد قتل رجلا مصريا. في مزمور 78 الآية 72 يقول عن داود: ورعاهم حسب كمال قلبه. أعتقد أن العبارة العبرية هي توم ليبو، وتوم ليبو لا تعني الكمال أو شلموت، إنما تعني سلامة نيته. وفعلا داود النبي كما نعلم لم يكن كاملا، واقترف الخيانة الزوجية بدون مؤاخذة مع بتشابع امرأة أورية، بل أمر بقتل الرجل. إذن هناك من في العهد الجديد نسمع عن كثير من الشخصيات أنها كانت كاملة أو قديسة أو بارة. مثلا عن سمعان الشيخ: كان بارا تقيا صديقا. ذكيوس باليوناني يعني صديق بالعبري. القديس يوسف خطيب السيدة العذراء مريم: وكان يوسف رجلها أي خطيبها صديقا. طبعا نسمع عن القديس استفانوس أول الشهداء أنه كان وجهه كوجه ملاك. نسمع عن السيد المسيح نفسه أنه تحدى أعداءه بقوله: من منكم يبكتني على خطيئة. إذن هذا الكمال الذي تتكلم عنه الأخت والذي هي معجبة والذي يجعلها تعجب ببعض شخصيات العهد القديم، طبعا يجب أن يؤخذ بالمعنى العام أن كانت عندهم سلامة نية رغم أخطائهم، وبعض أخطائهم كانت كبيرة جدا. الآن نعود إلى آيات أخرى تقول أن شريعة المسيح لم تحضر الكمال بذريعة أو بحجة أن مار بولس في رسالته الآن رومية فصل 3 آية 12 يقول: الجميع زاغوا كلهم فسدوا ليس من يعمل الصالحات. ولكن هنا القديس بولس يستشهد بالمزمور، وطبعا القديس بولس يقول أن السيد المسيح البار برر كثيرين، كثيرين يعني الجميع، هذا الساقية بالآرامي يعني كثيرين، إيبولي باليوناني، وهذا موجود في أشعياء 53 ويبرر الصديق عبدي كثيرين. الآن ننتقل إلى ما تقوله الأخت أنه لم يكتب عن يسوع أن عنده أي صفة من صفات الله يهوى، وهذا مع الأسف كلام خطأ. طبعا هنا لا نناقش لاهوت المسيح، بل هي تقول أنه في العهد الجديد لم يكتب قط
إنه يسوع له أي من الصفات الإلهية. فسنعود إلى هذه النقطة في القسم الثالث، وشكرا.